بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 24. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. في هذه الآيات يذكر الله بني إسرائيل بهذه القصة التي جرت لأجدادهم، وهذه القصة ملخصها أن رجلا من بني إسرائيل كان له مال كثير وكان لا يولد له، فاستبطأ ابن أخيه أو عصبته وورثته استبطأوا موته، يريدون أن يرثوا هذا المال، فاستبطأوا موته واستعجلوا قتله فقتلوه طمعا في أن ينتقل الميراث إليهم، ارتكبوا هذه الجريمة والعياذ بالله. ثم احتالوا على إخفائها، احتالوا على إخفاء هذه الجريمة لأنها جريمة بشعة، فحملوا هذا القتيل وألقوه عند باب آخرين أو عند منزلة ومحلة قوم آخرين من بني إسرائيل ليشبهوا على الناس أنهم قتلوه، فأخذوا يطالبون بدمه. انظروا كيف الإجرام، أولا ارتكبوا قتل النفس المحرمة، ثانيا ألصقوها بالأبرياء، ألصقوها بالأبرياء ظلما وعدوانا، فجمعوا بين جريمتين، جريمة القتل وجريمة الظلم والبهت على الأبرياء. فاختصم القوم، قوم القتيل
والقوم الأبرياء الذين ألقي القتيل في محلتهم، هؤلاء ينكرون أنهم قتلوه، وأولئك يدعون عليهم أنهم قتلوه لأنه وجد عند أبوابهم وفي محلتهم، فاختصموا اختصاما شديدا وحملوا السلاح بعضهم على بعض وكادوا يتقاتلون فيما بينهم. فقال بعضهم: كيف تفعلون هذا وفيكم رسول الله؟ ارجعوا إلى رسول الله فاسألوه ماذا يحل به هذا المشكل العظيم. فرجعوا إلى رسول الله موسى عليه الصلاة والسلام، رجع الفريقان المدعي والمدعى عليه إلى رسول الله موسى صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هناك بينة، لم يكن هناك بينة للمدعي، والقتيل موجود في محلة المدعى عليهم، فكانت المسألة مشكلة. فموسى عليه السلام دعا ربه عز وجل أن يبين حكم هذه المشكلة، فأمره الله سبحانه وتعالى أن يقول لهم: اذبحوا بقرة، اذبحوا بقرة. فلما قال لهم هذه المقالة، هم يطلبون منه أن يحكم ويبين من هو المدان في هذه القضية، وهو يقول لهم: اذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ يعني كيف نطلب منك بيان الحكم الشرعي في هذه المشكلة وتقول لنا اذبحوا بقرة؟ أتتخذنا هزوا؟ أي أتسخر منا؟ انظروا سوء أدبهم مع الله ومع رسوله. موسى ما قال لهم اذبحوا بقرة، بل قال: إن الله يأمركم، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. هل يليق بهم إذا قال لهم إن الله يأمركم وهو رسول الله، هل يليق بهم أن يقولوا له أتتخذنا هزوا؟ هذا والعياذ بالله من أشد المنكرات، أن يصفوا رسول الله بأنه يهزأ بهم وهو يبلغهم عن الله سبحانه وتعالى. قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، لأن هذا الذي تقولونه وهو الاستهزاء بالناس والسخرية من الناس، هذا فعل الجاهلين الذي ينزه عنه المسلم فضلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن موسى عليه السلام ما قال لهم هذا من عنده، بل قاله عن طريق البلاغ عن الله، الله هو الذي أمرهم بهذا، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فكان الواجب عليهم أن يبادروا، أن يبادروا ويستجيبوا لله عز وجل ويذبحوا البقرة، لأن الله لا يأمرهم إلا بشيء فيه حكمة، فيه مصلحة، وفيه حل لمشكلتهم. فالأمر إذا جاء عن الله أو جاء عن رسول الله فليس هناك مجال للتردد، بل الواجب الامتثال سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرفها. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
فكان الواجب عليهم المبادرة والامتثال دون اعتراض ودون تساؤل ودون تعنت. هذا فعل المؤمنين الصادقين مع الله ومع رسوله، المبادرة بالامتثال دون اعتراض أو تردد، لأن الله لا يأمر إلا بما فيه حكمة ومصلحة، سواء ظهر لنا ذلك أو لم يظهر لنا. وأن السخرية بالناس والاستهزاء بالناس هذا من شأن الجهال، لا يليق برسول الله موسى عليه الصلاة والسلام. ثم لم يكفهم هذا التعنت، بل لجأوا إلى تعنت آخر وقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. شوف التعنت واللؤم والعياذ بالله. كان الواجب عليهم أن يبادروا بذبح البقرة كما أمرهم الله، ولا يسألوا عن هذه الأسئلة. ادعوا لنا، ثم قولهم ادعوا لنا ربك كذا، أليس هو ربهم أيضا؟ لماذا لم يقولوا ادعوا ربنا أو ادعوا ربنا وربك؟ أما أن يقولوا ادعوا لنا ربك كأنه ليس ربا لهم، هذا من سوء الأدب. وهذا مثل قولهم لما أمرهم موسى عليه السلام أن يدخلوا القرية التي كتب الله لهم، قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعد. اذهب أنت وربك، يعني كأنه رب لموسى فقط وليس ربا لهم، وهذا من باب السخرية. فصاروا هم الذين يهزؤون، ما هم موسى عليه السلام، هم الذين يهزؤون ويسخرون. وهذا شأن السفهاء، أنهم يصفون الأبرياء بصفاتهم التي يتصفون بها، فمن صفاتهم الاستهزاء والسخرية، ونسبوا هذا إلى موسى، أتتخذنا هزوا؟ كما يقول المثل رمتني بدائها وانسلت. ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. سبحان الله، يقول لكم اذبحوا بقرة والبقر موجود، فلماذا لم تبادروا وتذبحوا أي بقرة من البقر؟ الله ما شدد عليكم، ما قال بقرة صفتها كذا وصفتها كذا وصفتها كذا حتى يتعسر وجودها، بل إنه سبحانه أطلق فقال اذبحوا بقرة أي بقرة. لكنهم لجأوا إلى التعنت والتباطؤ في امتثال أمر الله ورسوله. ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. جاء الجواب من الله، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر. هذا تشديد عليهم، لما شددوا شدد الله عليهم، لا فارض وهي الكبيرة الهرمة، ولا بكر وهي الصغيرة التي لم تلد، بل هي بقرة متوسطة بين الكبيرة والصغيرة. ولو أنهم بادروا وذبحوا أي بقرة كبيرة أو صغيرة أو متوسطة لأجزأ ذلك، لكن الآن ضاقت الدائرة عليهم لأنهم ضيقوا على أنفسهم، لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك. ثم إنه عليه الصلاة والسلام حثهم على الامتثال وعدم الرجوع إلى السؤال مرة أخرى، فافعلوا ما تؤمرون، يعني بادروا بالامتثال واتركوا عنكم المساءلات التي ليست من صالحكم.
فإنهم كلما سألوا سيشدد عليهم ويضيق عليهم، نسألوا الله العافية. فهم الذين يضيقون الواسع على أنفسهم. قال إنه يقول: إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، أي بين الفارض وهي الكبيرة وبين البكر وهي الصغيرة. ثم أمرهم ناصحا لهم عليه الصلاة والسلام أن يتركوا الأسئلة وأن يبادروا بالذبح: فافعلوا ما تؤمرون. هذا هو الواجب من أول الأمر. لم يكفهم هذا ولم ينتهي تعنتهم وكثرة مسائلهم، قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. طيب، الله لم يحدد لونا في الأول، فلماذا يسألون عن اللون؟ الله في الأول يأمرهم أن يذبحوا بقرة ولم يحدد سنها ولم يحدد لونها، لكن هم الذين شددوا على أنفسهم: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. وما دخل اللون؟ يعني الله ما حدد لكم لون، فكيف تسألون عن شيء لم يحدده الله لكم؟ هذا من تعنت اليهود، وهذه صفة لا تزال فيهم والعياذ بالله، على أوامر الله يتعنتون مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام، كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فالواجب المبادرة إلى الامتثال بدون تعنت في الأسئلة وتباطؤ في التنفيذ. ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. جاء الجواب من الله، قال إنه يقول: إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. هذا تشديد عليهم، ضاقت الدائرة عن الدائرة التي قبلها. وذلك أن الله فرض عليهم لونا معينا يندر وجوده من باب العقوبة لهم: بقرة صفراء، ولا يكفي أنها صفراء، فاقع لونها، يكون لونها صافيا في الصفرة تسر الناظرين من جمالها وحسنها. وين يجدون هذا؟ صعب. والسبب هو سؤالهم، لو أنهم ما سألوا ما ضيق عليهم هذا التضييق. فاقع لونها تسر الناظرين، ضاقت الدائرة جدا عما كان من قبل، وشدد الله عليهم. ولذلك لما حدد سن البقرة وحدد لونها ندر وجودها، وقالوا: إن البقر التي فيها هذه الصفات كثيرة، ما ندري وش أي بقرة يقصد. شوف التعنت. البقر العوان كثيرة، البقر العوان والبقر الصفر كثيرة، ولا ندري وش يقصد أي بقرة. هل الله جل وعلا يقصد منهم بقرة معينة حتى يقول هذه المقالة؟ قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. طيب، أنتم اللي ألجأتم أنفسكم إلى هذا المضيق.
وهذه عقوبة على هذا التعنت وإساءة الأدب مع الله ورسوله. إن البقرة تشابه علينا. وكأنهم يريدون أن يقول الله اذبحوا البقرة الفلانية، البقرة الفلانية من بين البقر الموجودة، وهذا لا يليق بحكمة الله سبحانه وتعالى. الله يريد اليسر ولا يريد العسر. إن البقرة تشابه علينا، كل البقر، في البقر الصفر كثيرة والعوان كثيرة، ولا ندري ماذا نذبح منها، فادعوا الله أن يبين لنا ما هي البقرة من بين هذه البقر المتشابهات. قال إنه يقول، جاء الجواب من الله سبحانه وتعالى، وانظروا إلى حلم الله سبحانه وتعالى، انظروا إلى حلم الله وحكمته، أنه لم يعاجلهم بالعقوبة، بل إنه سبحانه وتعالى حلم عليهم وأجابهم عن كل سؤال، وإن كان في ذلك حرج وتضييق عليهم، لأن هذه جنايتهم على أنفسهم. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض، هذه زيادة تشديد أيضا، لا ذلول يعني ليست مذللة في العمل، ليست مذللة في العمل في الحمل والحرث وغير ذلك، لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، ليست سانية، لأن البقر كان يسنى عليها وينضح عليها الماء للزرع من البئر، ينضح عليها، تسمى السواني التي ينضح عليها الماء من البئر للزرع، ولا تسقي الحرث، هذا تضييق بعد تضييق بسبب سؤال بعد سؤال، ولا تسقي الحرث مسلمة ليس فيها أي عيب، هذا أيضا تشديد عليهم. ثم أيضا لا شية فيها، ليس فيها لون غير الصفرة، تكون صفرة بهيم، ليس فيها لون غير الصفرة. الشية معناها الوشي الذي يكون في الألوان، تكون اللون مختلط من لونين فأكثر، هذا الموشى. وأما هذه البقرة فالله سبحانه يقول لا شية فيها، أي ليس فيها لون غير الصفرة. متى توجد هذه البقرة؟ صعب، هذا من التشديد عليهم، لأنهم شددوا، فشدد الله عليهم. قالوا الآن جئت بالحق، شوف سوء الأدب أيضا، الآن يخاطبون موسى عليه السلام، الآن جئت بالحق، أيضا هو ما جاء بالحق من قبل، يا سبحان الله، هو جاء بالحق عليه الصلاة والسلام في أول أمر، وهم يقولون الآن جئت بالحق، يعني كأنه في الأول ما جاء بالحق، هذا أيضا من سوء أدبهم مع الله ومع رسوله عليه الصلاة والسلام. وقيل إن معنى قولهم الآن جئت بالحق، أي جئت بالوصف المطابق، جئت بالوصف المطابق الذي يتوفر ونجده، ولكن المعنى الأول أظهر، أنهم يريدون النيل من موسى عليه السلام، وأنه في الأول لم يبين لهم ولم يوضح لهم، فكأنه لم يأتي بالحق إلا بعد هذه الأسئلة التعنتية، ذبحوا البقرة بعد لأي وبعد جهد جهيد وبعد تعنت، ذبحوها. وما كادوا يفعلون، وما كادوا يحققون هذا الأمر
بسبب تباطؤهم وتأخرهم، وقيل وما كادوا يفعلون لأنها تصعبت عليهم وكادوا ألا يتمكنوا من ذبحها. والسبب أن هذه البقرة التي توفرت فيها هذه الصفات وجدوها عند إنسان ليس عنده غيرها، وقيل عند يتيم ليس له غيرها، فأبى أن يبيعها عليهم إلا بملء جلدها من الذهب، أبى أن يبيعها عليهم لأن ما عنده غيرها إلا بملء مسكها يعني جلدها من الذهب، هذا عقوبة لهم. اشتروها بهذا الثمن الباهظ، وما كادوا يفعلون لصعوبة الثمن عليهم عقوبة لهم على تعنتهم. وقيل ما كادوا يفعلون أنهم لا يريدون ذبح البقرة لأنهم إذا ذبحوها سينكشف مكرهم وتظهر حيلتهم، فهم لا يريدون أن يذبحوها لأنها إذا ذبحوها فسينكشف أمرهم وتكتمهم وجحودهم للقتل وتحميلهم إياه للأبرياء، فهم يعلمون أنهم إذا ذبحوها انكشفوا، فلذلك ما كانوا يقدمون على ذبحها وكانوا يتباطؤون ويتأخرون ويتلكؤون لعلمهم أنها ستفضحهم وتبين كيدهم. ذبحوها، قال العلماء هذا فيه من الفقه أن البقر يذبح مثل الغنم، يذبح في الحلق مثل الغنم، يضجع على الأرض ويذبح في حلقه مثل الغنم، وأما الإبل فإنها تنحر في لبتها وهي واقفة، وهي واقفة معقولة اليد تطعن في النحر. قال تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف، يعني قوائم معقولة اليد، فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت على الأرض فكلوا منها. فالإبل تنحر بمعنى أنها تذبح في نحرها في أسفل الرقبة، وأما البقر والغنم والطيور وغيرها من الحيوانات فإنها تذبح في حلقها. فذبحوها وما كادوا يفعلون. والنتيجة من هذا كله، ما المقصود بذبح البقرة؟ البقرة الآن حضرت وذبحت، فما هي الحكمة وما هو المطلوب؟ قال الله سبحانه فقلنا اضربوه ببعضها، يعني خذوا قطعة من هذه البقرة المذبوحة فاضربوا القتيل بها فيحييه الله ويتكلم ويقول فلان قتلني ويقول فلان قتلني. فأخذوا قطعة من البقرة فضربوا بها القتيل فأحياه الله وتكلم وقال قتلني فلان، وبين الحقيقة وأبطل الزيف والدجل وبين الذي قتله وهو قريبه وابن عمه، فكشف الله مكرهم وخداعهم. فقلنا اضربوه ببعضها، اضربوه يعني القتيل ببعضها يعني بعض البقرة بجزء منها، كذلك يحيي الله الموتى. أحياه الله ونطق وأخبر بقاتله وانتهت المشكلة، انتهت المشكلة بأمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ويريكم آية وأنه جل وعلا قادر على أن يحيي الموتى. أراهم شيئا من ذلك في الدنيا ينظرون إليه، كذلك
يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم انظروا إلى قوله تعالى قل نضربوه، ولم يقل لموسى اضربه ببعضها، بل قال لهم أنتم اضربوه، لأنه لو ضربه موسى ببعضها لقالوا هذا سحر أو هذا من فعل موسى عليه السلام وليس من فعل الله، بل قال اضربوه أنتم، قل نضربوه ببعضها، فضربوه فأحياه الله. هذا فيه مسألتان: المسألة الأولى أن الله كشف به الحقيقة التي كانوا يخفونها، والمسألة الثانية دلالة على قدرة الله جل وعلا على إحياء الموتى الذي ينكره المشركون والملاحدة، ينكرون البعث والنشور، فالله أراد أن يريهم قدرته على إحياء الموتى بنموذج يشاهدونه في الدنيا. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، أي تفهمون، لعلكم تفهمون آيات الله سبحانه وتعالى وتتعظون بها، لأن هذا شأن المؤمن أنه يتعقل الآيات ويتفهم الآيات وينتفع بها ولا تمر عليه مجرد المرور العادي الذي لا يتأثر به ولا ينتفع منه، هذا شأن الغافلين. أما أهل الإيمان فإنهم يتعظون وينتفعون بما يشاهدونه من آيات الله، وينتفعون ويتعظون بما يقرؤون من كتاب الله سبحانه وتعالى. فكان الواجب عليهم لما شاهدوا هذه الآية العظيمة والمعجزة الكبيرة لنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، كان الواجب عليهم أن تلين قلوبهم، أن تلين قلوبهم وتخشع لله عز وجل وأن يتعظوا، ولكن كان الأمر بالعكس. قال الله تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، قتلتم النفس المذكورة التي بينا لكم، فادارأتم فيها يعني تدافعتم، كل واحد يدعي أن فلانا قتلها وحصل الخصام، والله مخرج ما تكتمون، الذي كتمتموه وجحدتم أنكم قتلتم هذه النفس وأن الذين قتلوها هم غيركم، الله سيبينه ويكشفه جهارا أمامكم. فقل نضربوه ببعضها، اضربوه ببعضها تتبين الحقيقة التي تتدارؤون وتتدافعون وتتخاصمون فيها، قل نضربوه ببعضها. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. هذا هو الواجب، أنهم يعقلون وأنهم يتوبون وأنهم تلين قلوبهم وتتعظ بما شاهدوه من آيات الله، ولكن الأمر بالعكس: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، هذا عكس المطلوب، بدل أن تلين قلوبهم قست والعياذ بالله. وكأنهم لم يشاهدوا هذه الآية وهذه الموعظة، كأنهم لم يشاهدوها بسبب الغفلة وبسبب تمردهم على أوامر الله، فإن من تمرد على أوامر الله
وتلكأ عن تنفيذ ما أمره الله به يصاب بقسوة القلب والعياذ بالله. فقسوة القلوب سببها عدم الامتثال لأمر الله، وسببها أيضا عدم التدبر لآيات الله سبحانه وتعالى. أما الامتثال لأوامر الله والمبادرة بطاعة الله فإن ذلك يلين القلوب، فإن ذلك يلين القلوب. وكذلك التدبر لكتاب الله وآيات الله الكونية المشاهدة أيضا هذا مما يلين القلوب. أما الغفلة عن ذلك فإن هذا يقسي القلوب، وهذا هو الذي حصل من بني إسرائيل، أنهم لم يمتثلوا أمر الله إلا بعد صعوبة وبعد تردد، وأنهم لم يتعظوا بما شاهدوه من هذه الآية العظيمة ولم يتأثروا بها فقست قلوبهم وأبعدوا القلوب، أبعدوا القلوب من الله القلب القاسي. ولهذا يقول جل وعلا لهذه الأمة: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. نهى الله هذه الأمة أن تسلك مسلك الأمم التي قبلها فتقسو قلوبهم عن ذكر الله وعن تدبر ما نزل من الحق من عند الله سبحانه وتعالى. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، أي من بعد ما شاهدتم هذه الآية العظيمة بين أيديكم، فهي كالحجارة. هذا العجيب، إن قلب ابن آدم إنه لحمة ولكنه يقسو ويصير مثل الحجارة. الحجارة لا تؤثر فيها النار بخلاف الحديد، الحديد يذوب في النار، الحديد يذوب في النار، أما الحجارة فإنها تبقى حجارة ولا تؤثر فيها النار لأنها قاسية. الحديد يلين والحجارة لا تلين مع النار. كذلك القلوب بعضها لا تلين مع الموعظة ومع آيات الله سبحانه وتعالى، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، قد تزيد قسوة قلب ابن آدم حتى تصير أشد من قسوة الحجارة. ثم ذكر سبحانه أن الحجارة منها أشياء، منها أشياء تتأثر وتخشع لله عز وجل، كما قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فهي كالحجارة وأشد قسوة. لماذا؟ قال تعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. حجر ينبجس وتتفجر منه الأنهار، وحصل هذا لبني إسرائيل لما استسقى موسى لقومه، قال الله له: اضرب بعصاك الحجر، فانبجست منه 12 عينا وهم يشاهدون هذا. حجر أملس أصلد يابس لما ضربه بعصاه تفجرت منه العيون. فالحجر مطيع لله سبحانه وتعالى، الحجر مطيع لله منقاد لأمر الله سبحانه وتعالى. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق، يعني تصدع ويخرج منه الماء، فيخرج منه الماء.
يعني فالحجر يخرج منهما إذا أراد الله إما الماء الذي يجري وهو الأنهار أو الماء الذي لا يجري وهو الماء الذي يبض من الحجر بإذن الله. فالحجر يخرج منه الماء. أما عين الآدمي فإنها لا تخشع ولا تبكي من خشية الله سبحانه وتعالى، تكون عينا جامدة لا تدمع من خشية الله. والحجر ينفجر ويخرج منه الماء والأنهار، وإن من الحجارة لما يهبط يعني يسقط من خشية الله، قالوا يتردى من أعلى الجبل، حجارة تتردى من أعلى الجبل من خشية الله سبحانه وتعالى. لما يهبط يعني يتردى من أعلى الجبل من خشية الله. ومن ذلك الجبل الذي تجلى الله له فاندك، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فالجبل اندك من خشية الله سبحانه وتعالى. وهم يشاهدون هذا، شاهدوا الجبل الذين ذهبوا مع موسى لتلقي موسى عليه السلام من ربه التوراة، ولما طلب موسى ربه أن يراه قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، صار ترابا من خشية الله سبحانه وتعالى، وهم يشاهدون هذا. وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. هذا تهديد من الله سبحانه وتعالى أنه إذا قست القلوب فإنه سبحانه وتعالى جعل لها نارا تذيبها. القلوب التي تقسو عن ذكر الله وعن طاعة الله، الله جعل لها نارا يوم القيامة تذيبها، نسأل الله العافية. وما الله بغافل عما تعملون، الله جل وعلا مطلع على القلوب التي تخشع وتلين، والقلوب التي تقسو ولا تلين لذكر الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يجازي كلا بعمله، يجازي أهل القلوب اللينة الطيبة الخاشعة بالجنات والنعيم، ويجازي أهل القلوب القاسية جازيها بالعذاب والنار التي تذيب هذه القلوب القاسية. هذا وعيد من الله سبحانه وتعالى. الحقيقة أن هذه القصة التي نقرأها وأكثرنا لا يدري ماذا فيها، أكثرنا يقرأ القرآن أو يقرأ هذه القصة ولا يتدبر وش المقصود منها وماذا فيها، وهذا أمر لا يجوز للمسلمين مع كتاب ربهم سبحانه وتعالى. الله يحذرنا من أن نعمل مثل عمل بني إسرائيل مع كتابهم ومع نبيهم، أنهم قابلوا كتاب الله وسنة نبيهم بالإعراض والقسوة والغفلة. فالله يحذرنا حينما قص علينا هذه القصة، يحذرنا أن نسلك مسلك من قبلنا. والقرآن ذكر هذه القصة وأمثالها ليتعظ أهل الإيمان وليتوب بنو إسرائيل، ليتوبوا مما حصل من أجدادهم وآبائهم، فلا يسيروا على طريق آبائهم وأجدادهم، بل يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. شكر الله لفضيلة شيخنا صالح بن فوزان الفوزان على هذه الدروس المباركة والتي نسأله أن يجعلها في موازين حسناته وأن ينفعنا بها، إنه سميع مجيب. فضيلة الشيخ، أستأذنكم في عرض بعض هذه الأسئلة التي وردت إلينا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل القتيل بعد حياته مات أم استمر في الحياة؟ لا، ذكروا أنه مات في الحال، لما تكلم وبين من قتله مات مالا ومات في الحال. نعم. إنما أحياه الله لأمرين: أولا ليبين الحقيقة التي اختلفوا فيها، وثانيا ليعتبروا ويتعظوا من مشاهدة هذه الآية العظيمة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: حصلت مشكلة بيني وبين زوجتي، وقالت لي ما أجلس في البيت حتى تحلف لي يمين على المصحف بالطلاق، وحلفت لها على المصحف وقلت لها أنت طالق مرتين إذا أعدت سيرة المشكلة، وأنا ليس في نية الطلاق، وإنما نيتي لأجل ألا تخرج من البيت. وبعد مدة حصلت مخاصمة بيني وبينها، وقالت لي روح، وسبته سبا شديدا، ومع الزعل خرجت عن عقلي وقلت لها روحي، وسبها سبا شديدا، وأنا نيتي أزعلها، ما نيتي إتمام المشكلة. مسائل الطلاق ما يمكن الإجابة عليها الآن، فعلى السائل أنه يذهب إلى المحكمة الشرعية أو يكتب سؤاله ويرسله إلى رئاسة الإفتاء، رئاسة البحوث العلمية والإفتاء، ويذكر عنوانه ويأتيه الجواب إن شاء الله، أو يذهب هو بنفسه إلى الإفتاء في الطائف ويكون إن شاء الله الخير لنا وله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز حجز المكان في الحرم قرب الإمام قبل الصلاة بوقت كثير، أو وضع شيء يدل على الحجز وعدم إعطاء الفرصة لغيره من المسلمين؟ يرجى توجيه نصيحة بهذا الخصوص. الحجز في المساجد سواء في الحرم أو غيره لا يجوز إلا لمن كان في المسجد. من كان في المسجد يجوز له أن يحجز مكانا له في الصف الأول لأنه موجود في المسجد، ويتأخر إما لجلوس أو راحة في ناحية المسجد وهو قريب ويأتي لمكانه، أو عرضت له حاجة وخرج من أجلها وسيعود قريبا فله أن يحجز لأنه في حكم الموجود في المسجد. أما اللي يحجز ويروح لأشغاله ويروح لأموره وينام ثم إذا جاءت الصلاة جاء وقال أنا حاجز لي مكان، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، ويجب رفع هذا الحاجز وإبعاده ونصيحة هذا الإنسان من هذا العمل. ما يجوز الحجز إلا لمن كان في المسجد أو خرج لحاجة ويعود قريبا إلى مكانه، لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: أنا امرأة متزوجة ولدي 5 أطفال، أكبرهم في 13 وأصغرهم في 4، لقد ربيتهم منذ نعومة أظفارهم واجتهدت في تربيتهم، ومع ذلك لم أفلح فيهم، إنهم يتكاسلون في صلواتهم وفي واجباتهم الدينية والدنيوية، مع أني لوحدي التي آمرهم وأنهاهم من غير أبيهم، فهو قلما يأمرهم أو ينهاهم، لهذا تثور أعصابي عليهم وأضربهم بشدة، ثم بعد هذا أرجع وأندم على ضربي، فأرجو أن ترشدوني جزاكم الله خيرا. نرشدك إلى الصبر والاحتساب والاستمرار في أمرهم
والتأكيد عليهم في الصلاة، وهذا لا بد فيه من الصبر ولا بد من الاستمرار، وأنت على أجر إن شاء الله. ويجب على أبيهم أن يشارك في أمرهم ونهيهم وتربيتهم، هو المسؤول الأول، الأب هو المسؤول الأول، لا يجوز له أن يترك واجبه، لكن إذا ترك واجبه فأنت لا تتركين واجبك، جزاك الله خيرا واستمري ولا تيأسي، وأنت على أجر إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما رأي فضيلتكم في إمام الرسم ولديه وكيل يصلي معه جميع الفروض، فإذا حضر الإمام صلى وإن لم يحضر صلى عنه الوكيل، ما الحكم إذا أراد الإمام الرسم أن يذهب إلى الحرم لكي يصلي صلاة الفجر مثلا ويصلي عنه الوكيل في المسجد؟ إذا كان الوكيل وكيلا رسميا من قبل الأوقاف شؤون المساجد، يعني المسجد له إمامان، إمام أصلي وإمام نائب عنه، فلا بأس بذلك، يتناوبان على الإمامة، فالأولى أن الإمام الأصلي يجعل له أوقاتا خاصة ويجعل للنائب أوقاتا خاصة، وكل يعرف وقته وكل يستفيد من وقته في الذهاب إلى الحرم أو غيره. الواجب أنهم أن الإمام الأصلي والإمام النائب عنه أنهم يتفقان على توزيع الحضور بينهم من أجل أن يستفيد كل منهم من وقته، وأيضا لا تضيع الإمامة بينهم. نعم. أحسن الله إليكم. امرأة جاءتها الدورة الشهرية فطهرت بعد العشاء أي الساعة العاشرة تقريبا، فهل عليها صلاة أم ماذا؟ نعم. امرأة جاءتها الدورة الشهرية فطهرت بعد العشاء أي الساعة العاشرة تقريبا، فهل عليها صلاة أم ماذا؟ شلون جاءتها الدورة ثم طهرت بعد العشاء؟ يعني استمرت معها الدورة والتامة، ولما انتهت الدورة وصادفت وقت العشاء أو ماذا؟ أو أنه يقصد أنها دخل عليها الوقت وهي طاهرة ثم أصابها الدم قبل أن تصلي؟ إذا كان كذلك فإنها إذا طهرت واغتسلت تصلي الصلاة التي أدركت وقتها، تقضيها، تقضي الصلاة التي أدركت وقتها وأصابها الدم قبل أن تصليها، لأنها وجبت عليها بدخول الوقت، ولكن منعها الحيض من أدائها فبقيت في ذمتها، فإذا طهرت تقضيها. نعم. أحسن الله إليكم. وهؤلاء مجموعة يقولون: نحن جماعة من الصم والبكم، لا نتكلم ولا نسمع، نرجو إفادتنا عن كيفية الصلاة جماعة، وهل يأمنا واحد من الصم وكيفية ذلك، أم نصلي فرادا علما بأننا جميعا من الصم والبكم؟ وكيف تسمعوني وأنتم صم بكم؟ كيف تسمعون جوابي؟ في مترجم خلف. إيه، أعد السؤال. نحن جماعة من الصم والبكم، لا نتكلم ولا نسمع، نرجو إفادتنا عن كيفية الصلاة جماعة، هل يأمنا واحد من الصم وكيفية ذلك، أم نصلي فرادا؟ يأمكم واحد، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن صلاة الجماعة واجبة، صلاة الجماعة واجبة، فيأمكم واحد، إما واحد سليم يقرأ ويتكلم، أو يأمكم واحد منكم، بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولا تتركوا صلاة الجماعة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز التزوج أو تزويج أصحاب البدع، مثل الذين ينفون رؤية الله يوم القيامة ويقولون بخلق القرآن؟ الذين يقولون بخلق القرآن والعياذ بالله، ويقولون يجحدون رؤية الله يوم القيامة، لا يزوجون، هؤلاء لا يزوجون من المسلمين، لأن هذا كفر، القول بخلق القرآن كفر، ونفي رؤية الله يوم القيامة كفر،
فلا يجوز أن يزوج صاحب هذا المذهب الخبيث. نعم. وهذه عدة أسئلة حاصلها أنهم سمعوا عن فضيلتكم أنكم لا تجيزون جمعيات الموظفين، فما هي علة عدم الجواز؟ العلة أن هذا قرض جر نفعا، لأن كل واحد من الموظفين ما أقرض زملائه إلا بشرط أن يقرضوه، ما أقرضهم لله عز وجل قرضا حسنا، وإنما أقرضهم لأنه يريد أن يقرضوه، وهذا يسمى التقارض، قرض مشروط في قرض، فهو عقدان في عقد، بيعتان في بيعة، وأيضا قرض جر نفعا، هذه هي العلة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هو الإسبال المحرم؟ وهل يعد هذا الإسبال وحلق اللحية من الكبائر؟ أما الإسبال فهو من الكبائر، وهو أن ينزل الثوب أو البشت أو أي ملبوس ينزل أو الإزار ينزل عن الكعبين، قال صلى الله عليه وسلم: ما كان أسفل الكعبين فهو في النار. هذا هو الإسبال، ما نزل عن الكعبين من اللباس هو في النار، ولباس المسلم من الكعبين فما فوق إلى نصف الساق، هذا لباس المسلم، وما نزل عن الكعبين فهو الإسبال المحرم، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يجوز أن يتخذ المسبل إماما يصلي بالناس وهو مسبل، حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وأما حلق اللحية فهو محرم ومعصية ظاهرة، ولكن لا يصل إلى حد الكبيرة، لكن إذا جاهر به وداوم عليه قد يصل إلى حد الكبيرة بالمجاهرة والمداومة عليه، لأن المداومة على الصغيرة يصيرها كبيرة، والتساهل في الصغيرة يسيرها كبيرة. على كل حال، حلق اللحية محرم وخطر، وقد يؤول بصاحبه إلى أن يكون كبيرة بالمجاهرة والاستمرار عليه، فالواجب التوبة إلى الله وترك اللحية كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وجز الشارب وإخفاء الشارب، وأما اللحية فإنها تعفى وتكرم وترسل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل تجوز مجالسة أهل البدع الداعين إليها؟ لا تجوز مجالسة أهل البدع، لأنها تؤثر في الجليس، قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فلا يجوز الجلوس مع القوم الظالمين، والمبتدعة من الظالمين، بل هم أشد الظالمين، فلا يجوز مجالستهم ومصاحبتهم، لأنهم يؤثرون على مجالسهم ومصاحبهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: ما حكم التشقير في الحواجب ورسم العين؟ هذا من العبث ومن تغيير خلق الله. الحواجب تترك كما خلقها الله، وهي جميلة ولله الحمد، جمال للإنسان، فلا يتدخل فيها الإنسان، لا تتدخل المرأة في الحواجب بالنمص ولا بالقص ولا بالصبغ ولا غير ذلك، تتركها كما هي كما خلقها الله سبحانه وتعالى، ولا تتشبه بالنساء الكافرات أو الفاسقات وتعبث بحواجبها. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم امرأة هذه امرأة تقول عن نفسها أنها حجت فرضها وعند رمي الجمرة لم تكبر جهلا منها؟ لم تكبر. تكبير عند رمي الجمرة سنة، إذا تركها الإنسان فرميه صحيح، سنة، تارك لسنة، والسنة لا تبطل الرمي. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم لبس القفازين في الصلاة للمرأة في الحرم؟ هذا طيب،
أن تلبس المرأة القفازين والشراب على رجليها، لأن هذا أستر لها، إلا إذا كانت محرمة. إذا كانت محرمة فلا تلبس القفازين وقت الإحرام، أما إذا كانت غير محرمة تلبس القفازين لأنهما أستر لها. نعم.